هاي، تذكر أسماء الناس ضرورة بمعظم الحالات لتجنب الإحراج ولا التواصل بشكل جيد معهم. هالمهمة فيها تكون سهلة بحال الاعتماد على بعض النصائح. اللقاء الأول هو أهم فرصة لحفظ اسم وإعادته كذا مرة بالرأس، بتساعد كتير. ممكن كمان الاستناد على أي شيء مميز بالشكل اللي ربطه بالاسم، أو حتى الاستناد على حديثه أو اهتماماته. يعني بمعنى تاني، صعب كتير نسيان اسم إذا ما كان مجرد اسم وإنما شخصية بعدة أبعاد. ممكن كمان سؤال الشخص عن كيفية كتابة اسمه، معناه أو مصدره، وهالشي بيساعد على حفظه بشكل أسرع. مين قال إعادة ذكر الاسم كذا مرة خلال الحديث بتساعد كمان على حفظه؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.